اكيد نشوه الانتصار بابا فازيليو، طبعا كابتن عبايه جمال، وكان ناصر فاروق، وطبعا احمد الشناوي، كلهم سعداء وكلهم بيتكلموا. لو اتكلمنا على المدير الفني، الراجل بيتكلم انه تولى المهمه في ظروف صعبه، في طبعا في امكانيات معينه، لكن هو قدر يشتغل ويشتغل على نفسه ومع اللعيبه بتاعته، ادوا يعني بعض الامور اللي بالنسبه لهم وصلته للنهارده للشكل والاداء اللي مشي بيه النهارده. ناصر فاروق برضه نفس الكلام، ان الراجل في كيمياء بينه وبين اللعيبه، وان الامور كانت قبل كده مش ماشيه زي ما هو عايزين. واحمد الشيخ نفس القصه، نفس الكلام، هو نفس الكلام في حوار ان في تغيير في نادي غزل المحله، في مع الراجل في هارموني، في تجانس. نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي. اكيد جماهير غزل المحله دي جماهير كبيره، جماهير عظيمه. لما كون اي فرقه كانت بتروح المحله كنت بتلاقي كل المدرجات باللون الازرق، مسمينا ارجنتين مصر، كلهم بيتواجدوا، كلهم موجودين، بيحبوا غزل المحله بشكل غير عادي. اكيد بيبقوا سعداء لما غزل المحله بيبقى ماشي بشكل كويس، 4 نقاط حتى الان في الدوري العام المصري في بدايه في اول اسبوعين، اكيد بشكل الى حد ما مرضي لجماهير طبعا المحله واداره غزل المحله. الجماهير كان لها كلمه النهارده واكيد كانت فرحانه. هنشوف قالت ايه ونرجع تاني نكمل معاكم في ارمونتادا على شاشه قناه المحور. عشق محلاوي كبير بعد فوز اليوم على الاسماعيلي بهدفي مقابل هدف. من زمان ما شافش جمهور المحله الاداء الجميل ده، واصبح هناك لغه ما بين المدير الفني مستر بابا فاسيليو وجمهور غزل المحله. مبروك النهارده الفوز. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ان جمهور المحله كبير، وكل المحله طول عمرها تاريخ، ونحمد ربنا ان احنا كسبنا النهارده، والمطلع هيطلع اكتر من كده، والحكم ظلمنا والدنيا كلها شايفه. ونشكر الاول المهندس علي عباس، هو اللي جاب لنا المدير الفني بالجهاز، لعيبه كلها محترمه ورجاله، ونحمد ربنا على الفوز. ان شاء الله المحله في مكان تاني السنه دي باذن الله، فضل ربنا فضل جمهورها. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يعلم. انا عارف من اول السنه ان الراجل ده هيغير طريقه الكره في المحله خالص. لعيبه رجاله ولعيبه كانت عند كل المواقف الصعبه، ولعيبه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له، احنا في ظهرهم. ايه رايك في الاداء النهارده؟ لا انا ما شفتش الاداء دوت من ايام شوقي غريب والتليس، ما شفتش الكره دي. مدرب بيلعب كره على الارض وبيبدا من تحت، والمحله شكلها اتغير خالص. اقول لعبت المحله انتوا رجاله وجمهور المحله في ظهركم، وطول ما انتوا بتفرحونا احنا هنفرحكم، وزي ما عودناكم ربنا واحنا معاكم. احنا بس بنقول التغيير اللي شفناه في الكوره يا كابتن عزم النهارده، قبل كده كان اختيار المدير الفني خاطئ. اللي كان بيختار المدير الفني دون ذكر اسماء، اللي اختار كان مش على مستوى فرقه المحل. بصراحه احنا النهارده شايفين كوره فعلا ارجنتين، النهارده ارجنتين المحله النهارده كوره جميله وحاجه مستوى عالي. وانا جاي من طنطا النهارده مخصوص اشجع فرقه المحله، لان المحله دي روحي، وجمهور المحله ده كله رجاله ولاعيبه. هينافس اكيد هينافس، احنا كنا بنلعب فرقه كبيره، الاسماعيلي فرقه كبيره وتقيله مش صغيره، بس احنا شكلنا اتغير قوي، وبقينا بنلعب كوره، بنبدا كوره صح، وموظمين جدا جدا جدا. وان شاء الله المحله جايه، ان شاء الله المحله جايه.